لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة أو من أجل نقص الواجب منها. لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة. يعني مثلا الآن نصاب الغنم 40 رأس من الغنم فيها زكاة، فبعض الناس ماذا يفعل؟ فيها شاة واحدة، إذا بلغت 40 فيها شاة واحدة، فبعض الناس ماذا يفعل؟ قبل أن يأتي جاب الزكاة يأخذ 20 رأس وديها مكان و20 رأس ودي مكان آخر. يأتي جاب الزكاة، كم رأس عندك؟ 20، ما فيها زكاة، لازم 40 نصاب. يأتي مكان ثاني عنده راعي آخر يحسبها 20، فهو فرق بينها للفرار من الزكاة، أو أنه إيش يجمع بينها، يعني وجب فيها مثلا بلغت 120 وواحد فيها شاتان، فماذا يفعل؟ يجمعها حتى يعني تقل الزكاة. فإذا كان مقصوده بتفريقها أو جمعها حتى يتخلص من الزكاة أو تقل الزكاة لا يجوز، هذه حيلة على إيش التخلص من الزكاة. نعم. لو كان عند رجل 40 من 40، يعني كيف يجمع مثلا الآن عنده مثلا 100 رأس، هذه 100 رأس فيها شاة واحد حتى تبلغ 121، إذا بلغت 121 فيها شاتان، فيها شاتان، لكن حتى يتخلص من الزكاة فرقها فجعلها في أماكن كل مكان لا تبلغ 40 فليس فيها زكاة، أو يجمعها بدل لا يكون فيها شاتان يصير فيها شات واحدة. فإذا فعل هذا مثل عنده هنا 45 رأس وهنا 45 رأس، هذه فيها شات واحدة لأنها تعدت تجاوز 40، وهذه 45 رأس فيها شات واحدة تجاوز 40، فماذا يفعل؟ يجمع 45 و45 صارت 90، 90 فيها شات واحدة. هو عنده في مزرعة هناك 45 فيها شات، وعنده في مكان ثاني 45 فيها شات، لكن لو جمع المجموعين صارت 90 فيها شات واحدة، فهنا جمع ليتخلص من الشاتين، أو أنه يفرق ليتخلص من الشات أو الشاتين. المهم إذا كان تفريقه أو جمعه للتخلص من الزكاة لا يجوز.